تعالوا بقى كده نروح ونتعرف على حالة الطقس النهاردة، ومن المتوقع ان هي تكون مائلة للحرارة نهارا لطيفة ليلا، والريحة تكون نشطة على القاهرة والوجه البحري. خلونا كده نتعرف على درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية والعواصم العالمية. فهتكون هنبدأها طبعا من القاهرة العظمى 39 والصغرى 25، الإسكندرية 32 24، الإسماعيلية 41 23، الدقهلية 39 22، الغردقة 39 28، المنيا 42 26. بالنسبة بقى للعواصم العالمية فدرجة الحرارة هنبدأها برضو من الرياض، فالعظمى هتكون 42 والصغرى 29، أما أبوظبي هيكون 38 33، أما أنقرة هتكون 36 21، هنروح للندن هتبقى 28 17، وواشنطن هتبقى 34 23، أما بقى آخر حاجة هتكون بكين 26 22.